انا دوك التلميذ بشرات مختار غادي يهضر كلمه. انا نتمنى بهذه المناسبه ان شاء الله معنا نلغط مع الاستاذه التلاميذ النوع من القرار والحركات من لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. ومثل ما قالت اخوتنا هذه راها اخوتنا ماشي احنا اخوتنا مرسيعيد نتمنى لها الصحه والتوفيق ان شاء الله. نتمنى تولي ترحمهم والبركه فيك ان شاء الله. وهذه الكلمات يروحوا كل الاجيال الاجيال الحاضره والقادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يعطيك الصحة والبركة فيك. هذا هو العهد، هذا عهد تاع البركة فيكم إن شاء الله.